السلام عليكم ورحمة الله، أبنائي طلاب الصف الثاني. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد في مادة التربية الدينية. والنهاردة يا حبايبي هناخد الدرس الثالث، وهو بعنوان قصة الخط. بس قبل شرح الدرس حابة أفكركم بسؤال المتفوقين في نهاية الدرس. وهنا حبايبي بيسألني سؤال: هل تعلمون أول من سكن الأرض؟ تعالوا نشوفه مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. صدق الله العظيم. كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. وطبعا يا حبايبي هنا بيحاول يعرفني من أول من سكن الأرض. تعالوا نشوف درسنا مع بعض. آدم عليه السلام هو أول الخلق، وهو أول من سكن الأرض. يبقى من أول من سكن الأرض وأول الخلق؟ طبعا سيدنا آدم عليه السلام، شكله الله تعالى من تراب وماء على صورة إنسان، ثم نفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها. يبقى مما شكل الله تعالى سيدنا آدم من تراب وماء. طيب، وعلمه الأسماء كلها. يبقى ماذا علم الله تعالى سيدنا آدم؟ الأسماء كلها. وخلق عليه السلام في يوم الجمعة. يبقى ما اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم؟ يوم الجمعة. ولقد استخلفه الله تعالى في الأرض ليعمرها وينشر الخير ولا يفسد فيها، ومن بعده ذريته على اختلاف أشكالهم وألوانهم. يبقى استخلف الله تعالى سيدنا آدم في الأرض ليعمرها وينشر الخير ولا يفسد فيها. يلا بينا مع بعض نشوف كده الأسئلة بتاعتنا. أكمل. أول الخلق هو طبعا آدم عليه السلام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: شكل الله تعالى سيدنا آدم من، برافو عليكم، من تراب وماء. آخر سؤال: استخلف الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم في الأرض يبقى ليعمرها وينشر الخير ولا يفسد فيها. يلا بينا نشوف سؤال المتفوقين. خلق الله سيدنا آدم يوم. فكروا في السؤال كويس من خلال درسنا وجاوبوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله.